طب الطوارئ في الحج ضرورة ملحة. صحة المدينة المنورة، استعدادات متواصلة لاستقبال ضيوف الرحمن. المطوفون مهنة متجددة منذ القدم. أيوه مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أخبار الحج. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، أقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الديوان الملكي بقصر منى اليوم حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة قادة الدول الإسلامية وكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين الشريفين ورؤساء بعثات الحج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام. وقد استقبل سمو ولي العهد فخامة الرئيس عبد الله جول رئيس الجمهورية التركية وفخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية وفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان وفخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الموريتانية وفخامة الرئيس مانويل ناماغو رئيس جمهورية غينيا بيساو ودولة الدكتور عبد الله النسور رئيس الوزراء الأردني ودولة السيد نور الدين برهان نائب رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة وكبار المسؤولين في عدد من الدول الإسلامية. أكد معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار أن خادم الحرمين الشريفين وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الحج وعضوية بعض الأجهزة ذات العلاقة بأعمال الحج لوضع استراتيجية شاملة تخدم أهداف وزارة الحج على مدى 25 عاما المقبلة، تأخذ في الحسبان الزيادة المضطردة في أعداد الحجاج والمعتمرين وتنقلاتهم منذ وصولهم إلى المملكة وأثناء إقامتهم وحتى مغادرتهم في إطار مفهوم الإدارة المتكاملة لأعمال الحج والعمرة. وأوضح معاليه أن الوزارة قامت بتشكيل فريق علمي من عدة جهات لوضع المواصفات الفنية للدراسة، وعين معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج مشرفا على المركز البحثي الذي سيجري الدراسة، وتم الانتهاء من عرض الدراسة على بيوت الخبرة المتخصصة وبعد استكمال الإجراءات الإدارية والمالية مستقبلا في التنفيذ إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، الحج يعتبر أكبر تجمع بشري في العالم، حيث يجتمع أكثر من مليون شخص من كافة أنحاء العالم في بقعة واحدة وفي زمن محدد. لذلك تستعد الجهات الصحية كي تقدم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام، ولكن في كثير من الأحيان يعتبر طب الطوارئ أو الإسعاف السريع وهو المرحلة الأولى لإنقاذ المرضى. كاميرا اقرأ زارت قسم الطوارئ في مستشفى منى ووافتنا بهذا التقرير. يعتبر الحج أكبر تظاهرة بشرية في العالم، فكان لزاما وضع أفضل الخطوات والتدابير لطب الطوارئ لتفادي خطر الإصابة والازدحام والعدوى وانتشار الأوبئة. فطب الطوارئ يعي مجموعة من التدابير والإجراءات لمواجهة أي خطر وتجهيز كافة الإمكانيات الطبية لمواجهة أكبر عدد من المصابين وبأي الإصابات كانوا. وتكمن الجاهزية التامة لقسم الطوارئ في سرعة مباشرة الحالة المرضية واستلامها من سيارة الإسعاف الناقلة، حيث يتلقاها أفراد الفريق الطبي في قسم الفرز لتوجيه الحالة إلى القسم المسؤول عن علاجها. طبعا تجينا حالات، احنا منطقة الطوارئ الحالات اللي هي الإسعافية اللي تحتاج تدخل سريع او يعني بالدرجة الثانية، يعني حالات الحالات اللي اقل من الكريتيكال او الحالات الطارئة، عندنا منطقة فرز في بداية الطوارئ مجرد ما يوصل الإسعاف او المريض الراجل او بأي طريقة او اي وسيلة يحضر الينا، طبعا نفرز الحالة من منطقة الفرز عندنا
فيكون فيها مجهز طبيب وبالستاف تبع التمريضي، فيفرز الحالة على حسب نظرة الطبيب أو تقييم الطبيب لها الحالة، هل تحتاج إسعاف، حالة حرجة، عندنا غرفة مستعدة ومجهزة للحالات الحرجة، وهل تستدعي حالة يعني أقل من الحالة الحرجة، مجهزة عندنا الطوارئ، أو إن الحالة إنها حالة باردة فتتحول إلى حالات تتحول إلى قسم العيادات يعني. فبهذه الطريقة يتم فرز حالة الطوارئ لدينا. ويضم قسم الطوارئ بمستشفى من الجسر غرفة للإنعاش القلبي مجهزة بأفضل الأجهزة الطبية الحديثة، وكذلك غرفتين للإجهاد الحراري. أهم غرفة طبعا عندنا في قسم الطوارئ اللي هي غرفة الإنعاش القلبي الرئوي، اللي هي تعتبر غرفة التدخل السريع لإنقاذ الحالات اللي هي الحالات اللي تكون إنقاذ حياة ما بين الحياة والموت واللي تحتاج لتدخل عادل، وهي المرحلة الأولى ما قبل العناية المركزة. يتم فيها إحضار المريض، التأكد من صحته، مراجعة العلاجات اللي كان بيأخذها، نتدخل صحيا إن ننقذ حياة المريض. بعدها يتم نقله إلى قسم العناية والقسم المتخصص سواء إذا كان عنده قسم القلب أو لقسم العناية المركزة اللي يتم إكمال علاجه فيها. وفي قسم اللي هو فرز الحالات العادية زي ما احنا موجودين في القسم الرئيسي في الطوارئ اللي هي المنطقة الصفراء، فيها عدد حوالي 27 سرير عندنا، بيتم وضع المرضى فيه مقسمة ما بين أقسام رجال ونساء، فحصهم، التأكد من التواريخ المرضية اللي عندهم، إعطاهم العلاج اللازم، وبعدها يحدد يا يخرج المريض أو يدخل المستشفى. نقلة كبيرة ونوعية في قسم الطوارئ بمستشفى من الجسر، وزيادة للطاقة الاستيعابية للقسم لاستقبال ضيوف بيت الله ورعايتهم رعاية صحية كاملة تساعدهم في إكمال حجهم. في أول أيام الحج المبارك استعدادات كبيرة وجهود عظيمة لقسم الطوارئ بمستشفى من الجسر. لبرنامج أخبار الحج محمد الجعيد منى. الآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى مراسلنا وائل رفيق من مشعر منى ليحدثنا عن مستجدات أخبار الحج هناك. أهلا وسهلا بك وائل. أهلا أبو عبد الرحمن. صف لنا حالة الحجيج في اليوم الأول من أيام التروية في منى. نعم، اليوم هو أول أيام التشريق. طبعا حجاج بيت الله الحرام رموا جمرات بكل يسر وسهولة، وحقيقة اليوم يعني تواجدت هناك في منطقة الجمرات وشاركنا الحجاج في رمي جمرات الثلاث، حقيقة انسيابية تامة وتنظيم من جميع القطاعات ذات العلاقة. وأحب أن أشكر هنا وزارة الداخلية ممثلة في جميع قطاعاتها على التواجد الدائم وأيضا التنظيم اللامحدود لعملية الدخول. حقيقة دخلنا منطقة الجمرات وخرجنا بكل سلاسة وبكل انسيابية وبكل تعاون من جميع الجهات ذات العلاقة. وجدنا هناك مجموعة من الإخوان في وزارة الصحة أيضا هناك نقاط داخل الجمرات، وذلك لتقديم أي خدمات إسعافية. هيئة الهلال الأحمر أيضا كانت متواجدة في فرق مختلفة، الدفاع المدني، قوات الطوارئ الخاصة والتي تواجدت بشكل ملحوظ وكان لها دور كبير في عملية تنظيم حركة دخول وخروج ضيوف الرحمن. يعني نحن نشكر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وذلك على دعمه من خلال هذا المشروع، مشروع الجمرات. أنا حجيت قبل عدة سنوات أسامة، يعني في عام 2004-2005 هناك فرق شاسع وشتان في عملية رمي الجمرات. الانسيابية تامة والحمد لله رب العالمين، الحجاج أدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وبكل فرحة ولله الحمد. نعم، يعني تقبل الله يا وائل. صف لنا يعني حالة الحجيج الآن من حولك، يعني كيف وضعهم؟ نعم. هل هناك يعني مظاهر معينة للافتراش؟ هل هناك مشكلات معينة أم الأمور يعني وصف عام؟ أبو عبد الرحمن، بالنسبة للافتراش كانت هناك جهود كبيرة ولا زالت يعني موجودة، قامت بها لجنة الحج العليا بإمارة منطقة مكة المكرمة، وشهدنا مجموعة كبيرة من النقاط حول منطقة مكة المكرمة، وتم تطويق منطقة مكة المكرمة بالكثير من النقاط لمنع عملية دخول الحجاج المتسللين أو الغير نظاميين. لكن تمت أمور يعني اكتشفناها من خلال تواجدنا واحتكاكنا مع الحجاج. الآن الكاميرا خلفي مجموعة من الحجاج، يعني نتوقع أنهم مفترشين،
لكن للأسف اكتشفنا أنهم غير مفترشين. هناك عدة نقاط حساسة ومهمة أعتقد بأن السلطات السعودية سوف تتخذ لها إجراءات نظامية رادعة. أولا الشركات الوهمية، الشركات الوهمية على عاتقها الأمر الكبير وحقيقة سببت في عدد من المشاكل. يعني بعض الحجاج هناك من الداخل أو من الخارج دفع مبالغ ولما وعندما جاء إلى الحج لقى وجد أن الخدمات غير مكتملة، ممكن يكون دفع مبالغ باهظة لأن يكون في فئات معينة واكتشف أنه الفئة هذه تختلف عن التي تم الاتفاق عليها. الأمر الآخر هناك عدد من الحملات الوهمية، حقيقة وزارة الحج مشكورة وضعت هناك موقع رسمي وذلك للتأكد، لكن أعتقد أن الكثير من الحجاج لا يعلم ذلك. أمور أخرى مثلا لطبيعة الحجاج، مثلا الحجاج الأفارقة، خلفي حجاج من باكستان، طبيعة حياتهم بهذا الشكل، هم موجودين في المخيمات التي بجواري هنا، لكن طبيعة حياتهم يعني يبحثوا عن البعد عن المخيمات، يفضلوا جلوسهم بهذا الشكل. حقيقة هو بالفعل سلوك غير حضاري، قد يكون سلوك يعيق بعض الجهات من تقديم يعثر من تقديم خدماته، لكن نسأل الله العلي القدير بأن تتلاشى هذه الظاهرة بشكل كبير بإذن الله تعالى في الأعوام القادمة إن شاء الله. مراسلنا والرفيق من مشعر منى، أشكرك شكرا جزيلا على يعني معلوماتك القيمة، ونسأل الله الحجيج السلامة والتيسير والتوفيق إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، دعت وزارة الصحة حجاج بيت الله الحرام إلى الوقاية من أشعة الشمس باستخدام المظلات والكريمات الواقية تجنبا للحروق السطحية التي قد تكون غالبا من الدرجة الأولى في الجلد، ونصحت الحجاج بتجنب المشي في أحذية غير ملائمة أو المشي الحافي تجنبا للتجمعات الدموية التي تسبب للحاج صعوبة كبيرة في المشي، مؤكدة أهمية النظافة الشخصية واستخدام المنظفات الطبية المقاومة للبكتيريا. ونبه الضيوف الرحمن الذين يعانون من الأمراض المزمنة باستخدام الحذاء الخاص المريح للقدمين وتنظيف منطقة ما بين الأصابع كل فترة تجنبا للالتهابات الفطرية التي قد تتطور أحيانا إلى التهاب حاد. تواصل مؤسسة البريد السعودي تقديم خدماتها لحجاج ضيوف الرحمن من خلال مكاتبها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وشهد الأسبوع الأول من شهر الحج إقبال الحجاج على خدمة إرسال الطرود إلى بلدانهم التي تتيحها المؤسسة بأسعار مناسبة، مما يخفف على الحجاج التنقل بأمتعته أو الحاج التنقل بأمتعته من خلال تواجده في المملكة. شهدت الأيام الأولى إقبال الحجاج الباكستانيين والمغاربة والعراقيين وحجاج الدول الأوروبية على الخدمة، كما حرصت المؤسسة على تسهيلها للحجاج من خلال نشر عدد من النقاط المتحركة لاستلام الطرود في الأماكن القريبة من تواجدهم أو وجودهم، أو من خلال التنسيق مع بعثات الحج في مقار سكنهم. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. سعيا من مؤسسة البريد السعودي لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج هذا العام وخدمة كافة الأفراد من مواطنين ومقيمين وحجاج، أكملت المؤسسة استعداداتها البريدية في كل من المدينة المنورة والعاصمة المقدسة من خلال مكاتب المؤسسة التي تعمل على مدار 24 ساعة في كافة المنافذ البرية والجوية للمملكة، وتقديم التنوع في الخدمات الاتصالية من توفير لشرائح الاتصالات وأجهزة الهواتف المحمولة وخدمات بطاقات التهنئة من المشاعر المقدسة إلى كافة مناطق العالم. كما يتيح البريد السعودي خدمة عنوان واصل للاستدلال على مساكن الحجاج بمكة المكرمة والوصول لها بسهولة ويسر، إضافة لخدمات البريد العادي والمسجل والممتاز. كما تم تدعيم كافة الفروع في المدينة المنورة ومكة المكرمة بالقوى العاملة لخدمة ضيوف الرحمن ولضمان وصول رسائلهم وطرودهم لذويهم. هذا ويمكن شراء سندات للأضاحي عن طريق مكاتب البريد السعودي المنتشرة في كافة مناطق المملكة أو عن طريق مصرف الرجح وشركات الصرافة الأخرى. تتشرف مؤسسة البريد السعودي ممثلة بريد منطقة المدينة المنورة بخدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم بتقديم خدمة شحن الطرود وبيع سندات الهدي والأضاحي من خلال توفير نقاط متحركة داخل المنطقة المركزية
بحيث يبدأ العمل في ذلك من عام 32 وعلى نقطة واحدة ثم تطور إلى نقطتين. السنة هذه إن شاء الله سنعمل على وجود 5 نقاط متحركة بسيارات تتنقل ما بين الفنادق وموجودة داخل المنطقة المركزية يتم من خلالها شحن الطرود، حيث تم استهداف تقريبا أكثر من 200 فندق من فنادق المنطقة المركزية وتوزيع البروشورات الخاصة بعملية التسويق. إحصائيتنا السنة هذه إن شاء الله أنها تبشر بخير، وصلنا إلى أعداد مقاربة للعام الماضي إن شاء الله. الاتصالات والبلاغات تجينا على فنادق برضو الأعداد كثيرة الحمد لله السنة هذه، وتقريبا اللي شحناه إلى الآن تجاوز 2000 طرد. شحننا العام الماضي تقريبا 8500 أو زيادة، والسنة هذه إن شاء الله نتطلعنا نشحن أعداد أكبر إن شاء الله. استعدادات مؤسسة البريد السعودي لموسم حج هذا العام دعت إلى تقديم الخدمات المميزة لحجاج بيت الله الحرام في مقر سكنهم وأماكن تواجدهم وتجمعهم المختلفة، وذلك تلبية لاحتياجاتهم وتلبية لخدماتهم عبر فرق التسويق التابعة لها. كانت معكم عابر رجب من المدينة المنورة لنشرة أخبار الحج. مشاهدينا الكرام، اترككم الان مع هذا الفاصل القصير، ثم نعود بعده لاستكمال بقيه فقرات برنامجنا، فانتظرونا. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى. ظاهرة الباعة المتجولين بالحج هي ظاهرة مستمرة رغم تركيز الجهات المختصة ضمن خطتها الرسمية على فترة الحج على القضاء على هذه الظاهرة، والتي يزيد نشاطها خلال هذه الفترة من كل عام في المشاعر المقدسة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. ينتظر الباعة المتجولين بفارغ الصبر موسم الحج، حيث تزداد عدد البسطات في المشاعر المقدسة وتكثر العربات الناقلة لمختلف البضائع في مشهد أصبح مألوفا للحاج. هذا الشاب والذي اعتمدت بسطته الواقعة بمدخل منى على بيع الشاي وبعض المستلزمات الخاصة للحجيج كالمظلات والأحذية البلاستيكية يصل دخله اليومي على ما يزيد عن 500 ريال. والله بسطة زي ما انت شايف، وبنبيع شاهي وموية وأغراض الحجاج. تشوف في إقبال من الحجاج على البضائع؟ والله فيه كويس يعني الحمد لله، بس مو يعني مو زي ما قالوا لنا، هم قالوا لنا إنه يعني البيع يكون أحسن من كده. إحنا شايفين يعني الحمد لله متوسط يعني، والله إحنا بنراعي أحوال الناس، وبرضو زي ما قلت يعني عارف أنت تحاول يعني لا تبخس حقك ولا تظلم الناس. تبقى ظاهرة الباعة المتجولين مستمرة ومتزايدة بانتظار من ينظمها ويوفر بيئة آمنة لها ويشرف عليها إشرافا صحيا كاملا. لبرنامج أخبار الحج، محمد الجعيد، منى. أوضح رئيس مجلس إدارة مكتب الزمازمة الموحد بالعاصمة المقدسة سليمان بن صالح أبو غلية أن عدد اللترات من مياه زمزم المقدر توزيعها لموسم حج هذا العام تصل قرابة 20 مليون لتر، وكذلك تصل عدد العبوات التي بسعة لتر ونصف المقدر توزيعها هذا الموسم على بعثات الحج والمستشفيات ووزارة الحج ومشاركات المكتب في المناسبات الوطنية والرسمية والجهات الحكومية المختلفة قرابة 120 ألف عبوة. وقال إن نحو 1200 من الزمازمة والعاملين بمكتب الزمازمة الموحد بالعاصمة المقدسة مدعمين ب 130 سيارة باشروا عملهم لتنفيذ الخطة التشغيلية للمكتب سعيا لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن حتى 15 من شهر محرم المقبل. نصحت الجمعية السعودية لطب العيون حجاج بيت الله الحرام باتقاء أشعة الشمس ومراجعة المراكز الصحية عند الشكوى للحفاظ على سلامة عيونهم خلال موسم الحج. وأكد رئيس لجنة العلاقات العامة بالجمعية السعودية لطب العيون وأخصائي طب العيون الدكتور وسيم عبد العزيز عالم
أن أول تلك المشكلات هي التعرض لإصابة العين بمرض التهاب ملتحبة العين التحسسي الذي يكثر أثناء موسم الحج، وذلك لكثرة تعرض العيون للغبار ولأشعة الشمس. استعدت وزارة الصحة بالمدينة المنورة بكامل كوادرها قبل موسم حج هذا العام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام الذين يقصدون طيبة الطيبة بعد أداء فريضة الحج. هذا التقرير يسلط الضوء على تلك الاستعدادات، نتابع. في إطار الخدمات الصحية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، قامت وزارة الصحة بتجنيد فرق طبية ميدانية تتعامل مع الحالات أولا بأول في مواقع تواجد الحجاج، حيث قامت الوزارة بتخصيص 10 ملايين ريال للتجهيزات التقنية الحديثة تسخيرا لكافة الإمكانات وتنفيذا للخطط الوقائية والعلاجية الدائمة من مدينة المنورة ومكة المكرمة. طبعا المركز دائما المراكز الأساسية في ساحة الحرم، بيخدم عدد كبير جدا من الحجاج والمعتمرين على مدار العام، وبيشتغل على مدار اليوم 24 ساعة. طبعا بيستقبل عدد لا بأس به من الحجاج والمعتمرين، معدل يومي لا يقل عن 6000. ونحن في مركز صحي باب جبريل نقدم الخدمات كخط أول لجميع الحالات التي تحتاج إلى رعاية صحية، وهذا المركز يعتبر من المراكز الصحية الجيدة التي تقدم كافة الخدمات الصحية للحجاج، بما فيها غرفة طوارئ متقدمة جدا نقدم على جميع الحالات التي يتعرض لها الحجاج، خاصة أثناء قيامهم بنشاطات الحج. هذا وهيأت وزارة الصحة 9 مستشفيات مهنية بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى تجهيز 141 مركزا صحيا بمناطق الحج، منها 12 مركزا بالمدينة المنورة، إضافة إلى تكليف ما يقارب عن 22,000 ممارس صحي وإداري من منسوب الوزارة لخدمة حجاج بيت الله الحرام. وحرصا من الوزارة على السلامة لكل حاج ومعتمر، نشرت عددا من التوجهات في التعامل والوقاية. يتم تدريب القوى العاملة، وهذا تدريب استعداد للحج، فلما نكون مستعدين يتم التدريب على أنه يقوم فريق عمل بالحضور هنا إلى تدريب الكوادر، تدريب عالي جدا على استخدام الحالات الحرجة وما يسمى عليه CPR اللي هو انعاش القلب الرئوي، ويتم التعامل معه بتعامل ممتاز جدا. استمرار وزارة الصحة في مراقبة ومتابعة الوضع الصحي داخليا وخارجيا وقيامها باتخاذ كافة احتياطاتها المهنية بجميع منافذ الدخول البرية والجوية والبحرية يعطي الأمل بأن هذا العام يهل بموسم حج خال من الأوبئة المستعصية. كانت معكم عابر رجب من المدينة المنورة لأخبار الحج. نظمت القيادة العامة في معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية مساء اليوم حفل معايدة بالمركز الرئيس بالعزيزية بحضور المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبد الله الفهد ومساعديه وأعضاء القيادة العامة والمجموعات وقادة المعسكرات الفرعية. وأوضح قائد معسكر العزيزية جعفر جوهر محبوب أن الاحتفال يهدف إلى زيادة أواصر المحبة والألفة بين العاملين في المعسكرات الذين يلتقون فيها ويتبادلون التحايا في جو بهيج من شأنه أن يعزز الأداء في العمل. الآن مشاهدينا الكرام نترككم مع فاصل آخر ثم نعود لاستكمال بقية فقرات البرنامج. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم أخبار الحج. ننتقل الآن مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفي ولاية نيويورك، لينضم إلينا فضيلة الشيخ محمد العجمي وهو داعية إسلامي في أمريكا. مرحبا بكم شيخ محمد. مرحبا يا أخي أسامة. مرحبا يا شيخ، تعلم أننا في هذه الأيام الفضيلة موسم الحج المبارك وأن هناك أعداد لا بأس بها من المسلمين في أمريكا كل عام تتجه إلى المشاعر المقدسة ومكة المكرمة لأداء فريضة الحج. كيف يتم إعداد الحاج الأمريكي للحج
وما هي الجهود التي تقوم بها في سبيل توعيتهم وتعليمهم مناسك الحج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تهنئة خالصة من القلب إلى كل مشاهدي قناة اقرأ في العالم الإسلامي والعالم العربي خاصة بعيد الأضحى المبارك، وتهنئة وتحية كبيرة إلى إخواني في العاملين في قناة اقرأ على التقنية العالية وعلى المصداقية الرائعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيكم خيرا عليها. هذه القناة التي أصبحنا لا غنى لنا عنها في هذه البلاد، وأصبح كل المسلمين يحتاجون إليها، حيث تنقل إلينا ما يدور في أوطاننا الإسلامية، وتنقل إلينا المناسبات كما لو كنا موجودين فيها. أما عن دورنا كأمة ودوري أنا على وجه الخصوص، فأنا بفضل الله عز وجل أعمل هنا منذ سنة 1994 في العمل الإسلامي، وحججت إلى بيت الله الحرام حوالي 13 مرة، وبفضل الله عز وجل كنا نقوم بمجموعة من الحجاج، وكان بمساعدة إخوة كرام من إخواننا الدعاة، حيث يمتاز الأئمة والكرام من الدعاة هنا يعني الثقافة الإسلامية العالية، ومنهم الكثير أساتذة جامعات وحملة الماجستير وكليات الدعوة الإسلامية، والحمد لله نعمل توعية كبيرة هنا في المساجد والمراكز الإسلامية، تبدأ من بعد شهر رمضان مباشرة، حيث يقوم الأئمة بالخطب والدروس في المساجد والمراكز الإسلامية، وقبل الذهاب إلى موسم الحج ننظم بعض الدروس الخاصة والسيمينار لأكثر من إمام لتوعية الناس الحجاج خاصة في كل عام بمساعدة كثير من الأئمة، الحمد لله رب العالمين. وكنت أحضر معي الإحرام وأعلم الناس كيفية الإحرام، وأحضر معي البروجيكتر والكمبيوتر، ونعلم الناس المناسك وأماكن مكان الكعبة المشرفة ومكان الحجر الأسود، وماذا نقول ومن أين نبدأ، والصفا والمروة وماذا يقال فيها ومن أين نبدأ وإلى أين ننتهي، وشرب من زمزم والوقوف بعرفات، وكل هذه المناسك لحظة بلحظة، ونعايش الناس حتى لو حدث أي توهان لأي حج من الحجاج نضمن أنه يقوم بالحج كما ينبغي دون أخطاء. فبفضل الله عز وجل يرجع الحجاج بعد المحاضرات، وكنا نقوم بمحاضرات خاصة يوميا مع الحجاج الذين نخرج معهم مع البروجيكتر، وحتى غير الحجاج الذين يخرجون معنا من الذين نراهم في القرعة في بلادنا العربية والإسلامية، ونعلمهم المناسك بفضل الله عز وجل. الشيخ محمد، يعني بودي ان يعني نتطرق الى نشاطاتكم في الجالية الإسلامية، وفي مجال تحفيظ القرآن، مجال إدارة المساجد بنائها، كيف هو تعاون الجهات هناك معكم، وكيف ايضا تعاون المسلمين معكم هناك وغير المسلمين؟ والله بفضل الله عز وجل من سنة 1994 قدمت من الأزهر في بعثة من الأزهر في شهر رمضان، ومكثت هنا، والحمد لله رب العالمين قمت بشراء 4 مراكز إسلامية كانت كنائس، وكان يعني وجدنا إقبال شديد من الناس، وكان الناس يخرجون معنا الخمرة والكاسات الخمرة من المراكز من الكنائس، وبفضل الله عز وجل حولناها إلى مراكز إسلامية ومساجد إسلامية في نيويورك وفي نيوجيرسي وفي تكساس وفي فلوريدا وفي كاليفورنيا وفي أكثر من الولايات في أمريكا، والحمد لله رب العالمين هناك تجاوب كبير وهناك تنسيق بين المراكز الإسلامية. كان من فضل الله عز وجل
أن ساعد على نقلة كبيرة جدا في توعية المسلمين وخصوصا في منطقة نيويورك ونيوجيرسي، حدث طفرة كبيرة جدا في وجود المراكز الإسلامية ووجود المساجد الإسلامية، ساعد على وجود جالية إسلامية عظيمة كبيرة. الحمد لله رب العالمين، في من الشباب الآن الذين ولدوا في أمريكا أصبحوا الآن يتحدثون باللغة الإنجليزية ويخطبون باللغة الإنجليزية، ولهم أنشطة في الجامعات الأمريكية وفي المدارس الأمريكية. كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ببركة جهد الأئمة والدعاء المخلصين في كل هذه الولايات. وبرنامج التحفيظ إيمانا مني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أوقفت نفسي على تحفيظ القرآن للأطفال من سن 5 سنوات إلى سن 16 سنة، وعندي الآن برنامج لتحفيظ القرآن الكريم، وأنا مدير برنامج تحفيظ القرآن الكريم في ولاية نيوجيرسي في مدرسة دار الأرقم الإسلامية. عندما يقرب من 150 طفل، الحمد لله منهم من حفظ القرآن الكريم كاملا. في العام الماضي في 2 ختموا القرآن في أثناء الدراسة، و2 ختموا القرآن أثناء الفترة الصيفية. وبفضل الله عز وجل الآن نحن نقوم بنقلة أخرى، حيث نعطي إجازة لهؤلاء الأولاد الذين ختموا القرآن حتى نضمن تمكين الإسلام للأولاد الذين يحفظون القرآن، ثم بعد ذلك نعلمهم الدعوة إلى الله عز وجل. وفي أئمة ما شاء الله يعلمون الأولاد في مدرسة دار الأرقم وفي دار القرآن معنا، يعلمونهم كيفية الدعوة إلى الله عز وجل، ويسمحون لهم بالخطابة في هذه المدارس وفي الكليات وفي الجامعات. ما شاء الله، نسأل الله أن يبارك في جهودكم شيخ محمد. هل هناك يعني إحصائية معينة لعدد الحجاج الذين يعني ذهبوا في لحج هذا العام؟ وهل هناك، أنا لم أخرج هذا العام فليس عندي إحصائية كاملة حتى لا أخطئ في الرقم الموجود، ولكن نحن الحمد لله رب العالمين في تيسير كبير جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، لاحظته أنا شخصيا ولاحظه الكثير أفضل من بلادنا العربية والإسلامية. لأن أنا شخصيا حاولت أن أخرج سنة 92 من مصر فلم أتمكن للخروج إلى الحج. نعم. وأردت أن أخرج مع والدي لأداء فريضة الحج فلم أتمكن، لأن الحج هناك بالقرعة وفي هناك تأشيرات معينة وربما يتحكم فيها كثير من أفراد مجالس الشعب وغيرها. نعم. فالحمد لله يعني يبدو أن اختلاف الأعداد 13 مرة مقارنة بأعداد مثلا من يحج من مصر أو من يحج من أمريكا، هناك نعم فرق شاسع يعني بينهم. هناك فرق كبير يا أخي الحبيب، هناك فرق كبير، وهناك في مبالغة شديدة في مصر على سبيل المثال، وأنا من مصر وصل الحج إلى 50,000 أقل برنامج في مصر 50,000، فمن الذي يستطيع أن يحج ب50,000 والناس لا يجدون ما يأكلون ويشربون؟ نعم، بارك الله فيكم شيخ محمد العجمي الداعية الإسلامي من أمريكا، وقد حدثنا من ولاية نيويورك عن نشاطه ونشاط الجالية الإسلامية في خدمة لحجاج بيت الله القادمين من أمريكا. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ. مشاهدينا، زودت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الحرام وساحاته المحيطة بشاشات إلكترونية إرشادية ذات تقنيات عالية تعرض معلومات إرشادية بعدة لغات تناسب أكبر شريحة من الحجاج وقاصدي المسجد الحرام. وأشار المهندس مدير إدارة التشغيل بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فارس الصاعدي إلى متابعتهم لكل ما هو حديث من التقنية لإضافتها لمنظومة الخدمات بالمسجد الحرام لتقدم خدمة متميزة لقاصدي بيت الله الحرام، وذلك انطلاقا من توجيهات ولاة الأمر يحفظهم الله في تسخير جميع الإمكانات التقنية وتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن. وبهذا الخبر مشاهدينا الكرام نكون قد انتهينا من برنامجنا لهذا اليوم. أشكر لكم طيب متابعتكم وحسن استماعكم. ألقاكم بإذن الله تعالى غدا في آخر حلقات
أخبار الحج ولموسم حج هذا العام. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.